شباب خرجوا في رحلة إلى منطقة بعيدة ونزلوا في مكان بعيد من البلد، لكنهم ما زالوا يسمعون الأذان بسبب وجود المكبرات، فهل تلزمهم الجمعة والجماعة مع أهل ذلك البلد؟ لا تلزم، يعني يتباعد عن البلد بحيث لا يسمعون صوت المؤذنين لو لم يكن مكبر، فلا تلزم. وأما إذا كانوا قريبين من البلد بحيث لو كان المؤذنون يؤذنون بغير مكبر لسمعوهم، فإنه يلزمهم.